Merhabalar. Türkiye'den, Çeşme'den selam ve sevgiler. Yusuf kardeşim benim. Futbolculuk tamam. Şimdi geldik antrenörlüğe. Bakalım o oyunculuk kadar kolay. Onu şimdi göreceğiz. Bu ara tabii seni ne kadar çok sevdim biliyorsun. 2000 senesi Diyarbakır Spor'da, Denizli Spor'da beraberdik. Sonra ben seni Diyarbakır'a götürdüm. Sonra da maalesef ayrıldık. Sen Mısır'a döndün. Biz yine antrenörlük hayatımıza devam ettik. Bu arada bir Elseka ve Ahmet Hasan'dan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Ben Mısır'ın 3 tane en önemli oyuncularıyla çalışma gururunu yaşadım. Hepsini çok seviyorum ve buradan hasretle öpüyorum. Selam ve sevgiler. مدرب من المدربين المميزين يلماز يورال مسكنا في دينيزلي موسم وبعد كده انتقلت معاه للنادي مشهور وبيعمل اعلانات وبتاع ديارباكر سبور مدرب من المدربين طبعا الجامدين جدا في الدوري التركي وليه يعني ليا معاه وضع ان هو بيحبك من طريقه كلامه ليا معاه يعني مواقف كتيره جدا واداني شرط الكابتنه في النادي دينيزلي في النادي دينيزلي لما كنت بلعب تاني موسم فيرمز يورال من وبعدين عنده الجانب النفسي بيعمله بطريقه مميزه جدا وافتكر كنا بنلعب مباراه مع باشكتاش في اسطنبول فكان لينا فرصه المهاجم بتاعنا انفرد وهو كان لابس بدله ولابس جزمه كان على طول هو بيحضر المباريات كلها ببدله وكرافته وكده المهم كان الملعب مبلول طبعا والدنيا مطر وبتاع فاحنا رحنا بانفراد والمهاجم بتاعنا حطها ماشيه الكوره جنب القائم يا اسلام فهو جري على عايز يحطها لا هو جري على يعني بيحتفل انها جون اوكي راح متزحلق الجزمه انت عارف جزمه سوداء لا راح متزحلق خد المنطقه الفنيه دي انا يوميا كنت في الملعب فببص لقيته وقع انا مش فاهم هو وقع ليه يعني بس طبعا كان من المواقف الجميله يعني انا فاكرها بس هو من المدربين المميزين جدا عملنا معاه ريكوردز كويسه جدا وخدنا خامس دوري التركي يعني